لطيف شو نايطة انت وياها؟ ساعة لتعملوا ابري شاي؟ معلش بعد ما بيسير. يلا يلا سموا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا الله عليك. خد تقبرني يا خود. الله يسلمك يا اخي. يا الله يا رب. ما هون ابن عمي؟ الله يخلي لي اياك يا سعاد. رح ابعث لك مع عصام شوية كوسيات، ما رح استفحلهم، رح انقيهم هيك مكلتمين، انت بيحفريهم هيك على تقاني. طالع على بالك وسمح شي. كأنك قاعد بقلبي. وبعت لنا شوية قطايف عصافيري للتحلاية تقبرني. تكرم عينيك. يلا مع السلامة. مهونة برشك ها؟ اوعك ها بعبيكي من فوقك لتحت. جميلة قلت لك انا برشك. شي حلو والله، شي حلو انت وياها. لك كم مرة قلت لكم بس نخلص كسر سفرة بتلموا الصحون وبتضموا الاكل بنملية؟ كم مرة ها؟ يلا تحركي على شغلك انت وياها. حاضر يا عمو. شو هالجيل هاد؟ لما كنت قدهم كان على ايدي ولد. الله يذكرك بالخير يا بوران. قلتي لي اجت لعنا امزكي الداية؟ ايه وسألت عنك، قال بتحب تشرب القهوة من ايديكي. ايه اسأل علي عزرائيل ان شاء الله. صحيح جميلة؟ ليه ما بتحبيها لامزكي؟ يعني ما بتعرفي ليش؟ ايه ما في مرة اجت لعنا الا وكفت وراها نسوان الحارة. رجلة جرارة لا بتقى ولا بتقى سيرتها. لا وشو كل ما بتجي بتضل بتبحلق فيه وبتشقلني من راسي لأساسي. ليه ما بتعرفي انه امزكي بتشتغل خطابة كمان؟ ايه بتكون حاطتك براسة لشي عريس بالحارة. يبعت لك حمى على الحكي يا دلال، اذا سمعتك امي عم تحكي هيك شو بتساوي؟ ايه والله والله لتحبسك ببيت الموني حتى الفيران اتقلمت اذنيكي قلمطة. ايه روحي روحي ضيفيهم القهوة ولي عليكي شو صايرة قوية. ان شاء الله بيسلموا هديات. ما شاء الله وكان. اللهم صلي على النبي. لك اللهم صلي على النبي. الله يحميكي يا جميله. الله يخلي لك الاولاد يا سعاد خانو. عندك هالجميله ودلال ما شاء الله عليهم، كل وحده منهم بتقول للقمر غيب لاقعد عوضك قاضي ومفتي ونقي. ان شاء الله بتفرحي فيهم يا حق وبتشوفيهم قاعدين على الاسكي. تسلمي يا امزكي بوجودك ان شاء الله. ما قلتي لي شو أخبار بنتك بوران اللي زمان ما شفتها عنكم؟ بالظاهر جوزة ما عم يخليها تجي لعنكم. لا أيوه بوران دايما بتجي بتزورنا. ها الله علي. سمعتي شو صار بالحارة مبارح؟ شغلة ما كانت بالحسبان يا لطيف. ايه سمعت والله عدلية ما بتستاهل إلا كل خير. الله وكيلك. من بعد ما سمعنا هالسمعة والناس كلها خايفة. حاكم من زمان ما سمعنا بهيك قصص. حارتنا طول عمرها عايشة بأمان من بعد ما تاب الإيداعشري عن السرقة. ليش الإيداعشري كان حرامي؟ ايه كان مكعي الحارة ومكعي رجال المخفر، كل الناس بتعرف قصته ولي على عيونه بيقولوا عليه إيده خفيفة. الله يجيرنا. ها اجوا نسوان الحارة حابين يشربوا فنجان قهوة عندك سعاد خانم. يا ميت أهلا وسهلا. افتحوا الباب يا بنات. يا أهل المروه والعزه والكرامه والطيبه والنخوه والشرف والشهامه، ننسى الايام الصعبه وبالمحبه نلم جراحنا والدنيا بتضحك لما بنضحك بتزين.